المينائية في حوض البحر الأبيض المتوسط والعلم بفضل معداته المتقدمة وتجهيزاته اللوجستيكية الحديثة التي تشهد تطورا متسارعا في العالم شكل محور هذا اللقاء الدولي. عرضنا ما تم تحقيقه وإنجازه على مستوى ميناء طنجة المتوسط من مشاريع ترتبط أساسا باللوجستيك، وطلعنا على التجارب المتميزة لميناء أنفيرس ودنكيرك لمعرفة ما يتم القيام به في مجال اللوجستيك والإجراءات الجمركية. يوم اللوجستيك بميناء طنجة المتوسط شكل فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، كما كان مناسبة لعرض الخدمات المتنوعة التي يقدمها الميناء، حيث سجل تقدما مهما في مجال معالجة عمليات شاحنات النقل الدولي وعبور المسافرين عبر مختلف الخطوط البحرية الدولية. ميناء طنجة المتوسط للمسافرين وبفضل التجهيزات اللوجستيكية التي يتوفر عليها حقق نتائج مهمة هذه السنة، خاصة في مجال استيراد والتصدير ومعالجة عملية عبور شاحنات النقل الدولي بارتفاع 8% مقارنة مع السنة الماضية. اللقاء شكل كذلك مناسبة للتطرق لتجربة الموانئ الدولية في مجال النقل الدولي والسلسلة اللوجستيكية ودورها في تعزيز التنافسية وتفعيل الصادرات مع تمكين المشاركين من توسيع شبكة شركائهم المهنية وتحقيق التواصل مع مستثمرين جدد. ضمن سلسلة قناة